عليكم ورحمة الله وبركاته. ونصلي ونسلم على محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الأنبياء والمرسلين. إنه في هذه الليلة المباركة أجبنا دعوة من أخينا محمد عيسى عكفي أولاده على مناسبة زواج أولاده، فنسأل الله لهم التوفيق ولدينا محيين ومسلمين ومشاركين ومباركين، ولدينا طال عمرك رمز هدية بيضة وقدره 5000 باسم راشد أحمد الفارسي لأخي أبو عيسى، ويجعلها إن شاء الله في ميزان الحسنات. وندعي لكم في التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم يا بني فارس، مرحبا ملوك. الله يحييكم، عداد ما سبت عليه، أنتم وافين وعلمكم غانم وعطاكم سمين. والله يحييكم ترحيب المطر، مرحبا يلوف. الله يحييكم، تفضل. شيخ حسن مرحبا ملايين. الله يحييكم. جينا لدعوة الحكم والزوم ناصري، وانتم لنا والحكم لكم يوم الدوائر، لصف الزوال جاء من العدوان الخاطئة، نبدل الرحمن قبل كل قائل. وكان يا سلام يا جمع القبائل، والله يديم الشمل في حضر وبالية، لكم يوم الدوائر صف سوى لجا من العدوان الخاطية، نبدي الرحمن قبل كل قائل. وكان يا سلام يا جمع القبائل، والله يديم الشمل في حضر وبالية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير جميعا. بالنور، الله يحييكم. لا يقطع عليكم، جتنا دعوة كريمة من الأخ محمد عيسى وأخوانه وأولاده بمناسبة زواج أولاده، ولا لنا العذر في الحضور. جيناكم مسلمين ومباركين، أنا وجماعتي، أحدثكم يحيى علي مروعي، أنا وأخواني وبني عمي ومن قبائلنا من الحجر، ونقول للعريسين اللهم بارك لهم وبارك عليهما واجمع بينهم في خير، اللهم أرزقهم الذرية الصالح. معنا عطاء والمعطي الله سبحانه وتعالى، وفي الحقيقة إن الأخوان مهما جينا مهما سوينا مهما فزعنا لا يمكن أن نفيهم حقهم، هم أصحاب الأولى وراعي الأولى ما يله. الله يسلمكم جميعا، إن كان العطاء كما هو في الخاطر أنتم تستاهلون كل خير، ولعل عطى على غير ذلك فتكملوا المحبة والمعزة. سلامتكم سلامة الجميع. الله يسلمكم. الله يحييك يا أخي يحيى، أنت ومن معك في الصف، الله يحييك. جيتكم والله أنها نومس للوالد، وجيتكم ترفع الراس، وجيتكم عز وفخر، والوالد يحق له يفخر بالرجال أمثالكم وشرواكم. الله يحييكم، عداد ما سرت عليه. الله يحييكم من الحجو إلى شموع الواحد. الله يحييكم، مرحبا ملايين، أنتم غالي وعلمكم غال ووفاكم وأيضا عطاكم سمين، فالله يحييكم ترحيب المطر.